نيجي بقى للكالزوني. كالزوني هو نفس عجينة البيتزا بالظبط، اللي هي عبارة عن دقيق، خميرة، بيكنج باودر، سكر، ملح، بودرة ثوم، زعتر، رشة سكر، ماشي. هي الفرق بس ان هو ان احنا بنشكلها خلاص، يعني انا هوريكم بس بنقطعها اقراص زي الميني بيتزا، بس الفرق ان احنا بنرفعها شويتين تلاتة خلاص، بنرفعها كده الرفع ده، بصوا بنرفعها قوي قوي، لان انتوا عارفين اصلا ان العجينه بتنفش، فهنرفعها واجيب مثلا من حشوه البيتزا اللي انا عاملاها اللي هي جبنه راكفورد وموتزاريلا وجبنه تشيدر واحمر واصفر، واحط كده معلقه منها اهي بالطريقه دي، واحط لها بقى مكعبين من الطماطم بس، واحشيها، بقفلها كده زي القطايف، وبعدين اعملها كده على شكل هلال شويه خلاص، اهو بنقفلها كده زي القطايف اهي، بصوا بتتفرد معايا، وبعدين هبرمها كده هنا كده، كده اهو، وافردها واعملها كده شبه الهلال اهو، بصوا اهو خلاص، واحطها. نعمل واحده كمان مع بعض، نعمل بحشوه الخضار. حشوه الخضار اللي هي عباره عن مكعبات طماطم، مكعبات فلفل، زيتون، مشروم، دي برضو من الحاجات اللي الاطفال بتحبها جدا. هعملها اهي، وارش رشه جبنه بس كده، وايه واقفلها اقفلها كده. هي العجينه كمان بتاخد مساحتها معايا، وابرمها